الفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي ابننا المحترم والخلوق عبد العزيز رضا، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. شرفتني وأنستني. شرف لينا يا فندم والله بوجودنا مع حضرتك. الله يخليك. شوف بقى، أنا امبارح الناس كلها يعني ما بطلتش اتصالات، زعلانين مني أنا معرفش ليه، إن مولانا الشيخ محمد رضا ما كانش معانا. وأنا عايزة أقول للناس ان يعني مش عايزه اقلقكم يعني على مولانا، بس مولانا يعني كان يعني بيعمل عمليه يوم الجمعه، وابننا بقى يطمني والنبي يطمني بقى ويطمن الناس من فضلك. هو اول مره فعلا انقطع من التواجد مع حضرتكم السبت، ولكن الحمد لله زي الفل، وربنا كرمنا في العمليه الحمد لله والدنيا زي الفل الحمد لله. ان شاء الله دايما بركه يعني النور كده اللي على وشه ودعوات الناس ليه، فيعني كلنا بندعي له. ومولانا الف الف سلامه على حضرتك. الله يسلم حضرتك وترجع لنا بالف سلامه بسرعه. ويعني الحمد لله الناس طمنت اهي، عشان ما ايه لا ان شاء الله يعني السبت الجاي موجود كمان مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تجيلنا بالف سلامه يا مولانا. ايه بقى العظمه اللي نبض الحياه عاملاها دي؟ ربنا يعز حضرتك. واليوم العظيم اللي حصل في قطفيح، وانا كان ليا الشرف ان انا اكون موجوده. احنا اللي لينا الشرف وتشرفنا بوجود حضرتك، والمجهود اللي انت عملته الحقيقه انت واخواتك يعني كل المشاركين في زمايلنا، والله ربنا يبارك فيهم واخواتنا والناس المتطوعه معانا والناس المسؤولين في مؤسسه نبض الحياه. يعني انا عايز اقول لحضرتك اللي احنا عملناه في يوم قطفيح ده كان نموذج مصغر من حاجات فعليا، من احداث بيتم تنفيذها فعليا، ولكن احنا ما بننزلش نصور فيها علشان نوثق الحدث، وبنكون بنعمله مجرد ارجوك توثقوا. ليه بقى؟ مش عايز اقول لك برضو، امبارح كان معانا الباشمهندس امجد مرجان ورد الفعل على الحلقه كان عظيم الحمد لله. الناس شافت بعينيها اللي ما بيشوفوهوش بيحصل، فناس كتير جدا اتشجعت وناس كتير جدا قالت لي اطعم طعم. وكمان الباشمهندس امجد كان يعني قال انه ان شاء الله في كل مره هتنزلوا فيها تعملوا وصلات او تحفروا ابار او هيحصل فيها اكيد طبعا. احنا خدنا عهد الطعام. احنا خدنا عهد على نفسنا كلنا ان احنا اي مكان هننزل نعمل فيه سواء اسقف او تقديم مساعدات عينيه او اي نشاط ايا كان نوعه، او حفر ابار او توصيل وصلات مياه او مثلا حمله ستره، اي نشاط هيتم تنفيذه في داخل اي قريه، ان شاء الله ان شاء الله عمرنا ما هنقطع فيه الاطعام. لازم هنفضل مستمرين في حمله الاطعام. احنا عارفين قيمه الاطعام عند ربنا سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي قد ايه وصانا ان احنا نحافظ على القيم بتاعه الاطعام، وهو الصدقه الوحيده اللي تجوز ان يستعملها الغني والفقير، وهي الصدقه الوحيده اللي تجوز يعني على كل اطياف. يعني الاطعام حضرتك لا يشترط فيه ان هو انا فقير. ادي ورقه يكون لحد فقير بس، يجوز ان هو يكون لفقير، ويجوز ان هو يكون لغني، ويكون يجوز ان هو يكون للي بيسال، ويجوز ان هو يكون لغير السائل. فالاطعام الصدقه الوحيده اللي بتجوز على اي حد. الله. فمن اجمل الصدقات الاطعام. فاحنا خدنا عهد ان احنا هنظل باذن الله نستوفي تنفيذ الاطعام في اي نشاط احنا بنعمله. لما نزلنا قطفيح كان كنا بنقدم هو الاول احنا ليه ما بنوثقش الاحداث دي لاذاعتها؟ لان احنا لما بننزل كلنا معانا الاستاذ العلماء وزمايلنا المسؤولين في مؤسسه نبض الحياه وجهاز التصوير، فاليوم بيبقى شق شويه ومتعب شويه في التعامل تحديدا مع المستفيدين. المستفيدين بيبقى حضرتك عارفه بيبقوا منتظرين اليوم ده ازاي، وبيبقى في تزاحم شديد على ان كل واحد ياخد. بيبقى في تنظيم وبيبقى في كروت كل واحد بيدخل بالكارت بتاعه، ولكن حضرتك عارفه انتظارهم للموضوع ده بيبقى في فرحه زياده شويه. فبيبقى في عمليه من التسارع على استلام الوجبه بتاعته. او احنا ما كناش عاملين وجبات فرديه، لا احنا كنا عاملين نموذج مختلف شويه اللي هو الصواني ده. لا واكل كمان مش اكل يعني ايه عاده بيتعمل مثلا في مطاعم او مجهزه طبعا كل حاجه الاكله، لكن الاكل كان بيتعمل طازه في نفس الوقت في نفس القريه في نفس المكان. وما شاء الله الاكل كان يعني ما شاء الله مشهد اخترنا جداً. اخترنا الحمد لله اخترنا اكثر 125 اسره داخل بواقع 500 فرد داخل القريه اكثر الناس احتياجا، وزعنا عليهم بقى كل اسره هي خدت الصينيه بتاعتها اللي هي بيبقى فيها كل المستلزمات الخاصه بالاطعام بما فيها الفرخه. وحضرتك شفت حجم الفرخه ما شاء الله، الله يعني امهات كلها وحاجات حاجات اوزان كبيره بتبدا من 2 كيلو ونص علشان تقدر تعمل تكفي الاسره تكفي الاسره وتديهم حاله من التشبع وهم بياكلوا. فاحنا بنحاول نحسن او نقدم ذلك باحسان للاسر المستفيده يعني. يا رب يخليك يا حبيبي ويفرح البركه فيك وفي كل اللي معاك اللي انا شفتهم بنفسي وزمايلنا. انا ما ونوش يعني الحمد لله يعني الحمد الحقيقه لله. من اول ثانيه انا وصلت فيها كان هم واصلين قبلي بتاع 4-5 ساعات. لا من 3 يعني الفجر هم كانوا واصلين 3 الفجر وكان في اسطف تاني واصل اللي هو بيشرف على الاطعام وكده من 9 بالليل. حاضر.
طيب احنا معانا تقرير بعد اذنك، يعني الاستاذ المخرج عمال يقول لي لازم نشوف التقرير. اتفضل يا فندم. فنشوف التقرير عشان تفرحوا بانجازكم حضراتكم اللي تبرعتم، واللي ما تبرعش يفرح للناس وان شاء الله يشارك في الاطعام اللي جاي. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. واحنا ماشيين في القريه الناس قالت لنا عايزينكم تيجوا معانا تشوفوا نجات وصفاء. نجات وصفاء هندخل النهارده معاكم علشان نشوف ايه حكايتهم، ايه قصتهم، احتياجهم ايه، وعباره عن ايه. يلا بينا. ايه اللي نفسك فيه يا حاجه نجات؟ واحنا مؤسسه نبض الحياه ان شاء الله توفره لك باذن الله. هو ناقصهم هنا الثلاجه بايظه، وعايزين بوتاجاز، وعايزين انبوبه، وعايزين ميه. وزي ما كنا معاكم هنا واحنا بنقول يلا نساعد، النهارده احنا معاكم وبنقول لكم خلاص احنا جبنا المساعده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبمسانده حضراتكم ومساعده حضراتكم لمؤسسه نبض الحياه. لما زال التقرير الخاص بيهم وطلباتهم الحقيقه، مجرد ما الفقره خلصت انهالت علينا التليفونات عايزين يساعدوا البنات دول لانهم فعلا محتاجين لنا. بنحاول قدر امكاننا ان احنا نوصل لكل الاسر ونلبي احتياجاتهم باي شكل وباي لون. السر في جمهور مؤسسه نبض الحياه اللي دايما بيقف في ظهرنا وبيقول لنا روحوا اي مكان وبشروا الناس وطمنوهم واجبروا بخاطرهم وقولوا لهم ان نبض الحياه في الطريق. طب ما تيجي نجبر بقى نبض الحياه، نجبر كده كلنا ندخل ونجبر بخاطر اخواتنا وحبايبنا ونتعرف عليهم اكتر ونشوف الفرحه في عينيهم. وبفضل حضراتكم احنا جايين النهارده علشان نفرحهم ونفرح معاهم. اللي هيفرحوا اكتر بقى اللي كانوا سبب في فرحتهم، ومش هيفرحوا بس دنيا، لا باذن الله هيفرحوا دنيا واخره. ربنا يسعد قلب كل حد بيساعد اخوه الانسان. طب نشوف استاذ عبد العزيز بقى جاب لنا كرسي يعني نص نص ولا حلو ولا ايه؟ ايه يا استاذ عبد العزيز؟ احنا جبنا لها احلى حاجه بناء على طلبها، الضحكه الجميله اللي احنا شفناها المره اللي فاتت دي واتعرضت مع حضرتك. احنا جايين النهارده علشان نخليها دايما موجوده ونكملها، وطلبات البيت اللي كانت تساعدهم على ممارسه حياتهم الطبيعيه احنا كمان لبيناها النهارده، فجبنا لهم الثلاجه وجبنا لهم البوتاجاز وجبنا لهم السجاد، واهم حاجه اهم حاجه بالنسبه لصفاء علشان الضحكه الحلوه تفضل موجوده، الكرسي الكهرباء. طيب في حاجه ذكيه جدا جدا حضرتك يعني عرضتها على كل اعضاء مجلس الاداره مع حضرتك، ان مش بس يعني احنا كنا قادرين النهارده ما شاء الله جايبين ثلاجه جديده نوفي والسجاجيد الجديده نوفي، الكرسي فيه كل المواصفات اللي تناسب حالتها الصحيه، لكن في بوتاجاز مستعمل احد الافاضل اتبرع بيه. فهمني برضو الحته دي، طب احنا كنا قادرين نشتري بوتاجاز جديد، فهمني الحته دي انتوا بتعملوها ازاي وليه؟ ليه؟ عشان الخير من الناس للناس، فدي المشاركه، المشاركه المجتمعيه اللي احنا عايزين كل الناس تحس بيها. اللي انت مش محتاجه غيرك محتاجه. دكتورنا مصطفى العكريشي بضحكتك الطيبه دي وبابتسامتك اللي من القلب دي، الله يعزك يا رب، كلمني عن فرحتك بالانجاز اللي حصل النهارده وتلبيه طلبات اخواتنا نجات وصفاء. ان نجات وصفاء ومحمد هم باب الخير لعرب الاشرفيه. ايوه، لان الاستاذ عبد العزيز النهارده اطلق مبادره ان شاء الله اي حاله ان شاء الله محتاجه اي حاجه هنا في عرب الاشرفيه ان شاء الله هنعمل عليها بحث ميداني وتعمل بحث اجتماعي ان شاء الله، مش هنسيب عرب الاشرفيه الا لما تكون 100 100. بتمنى بس الناس تساعدنا تقف جنبينا تدلنا حتى على الاماكن الاحتياجات. تمام. الاماكن دي فيها ناس انا عيني ما كانتش تتخيل انهم ان انا هقدر اشوفهم، فانا باجي وقدرت اجي فقدرت اصدق وبنقل اللي احنا بنشوفه لحضراتكم على الهوا. فاللي انتوا بتبعتوه من مال الله لله اهو واصل للي يستحقوه 1000000%. اول ما دخلت بيت صفاء ونجاة حسيت ان الملائكه في استقبالنا، راحه كده يعني مش هقدر اشرحها لحضراتكم، حاله نفسيه كده فيها روحانيه. ملائكه اللي انا قابلتهم صفاء او نجاة دول ملائكه،
والملاك الكبير بتاعهم هي أختهم اللي بترعاهم، أختهم اللي متجوزة وعندها أسرتها وبيتها، ومع ذلك مقسمة وقتها بين ولادها وبين إخواتها. إخواتها اليتمى اللي والدهم والدتهم متوفيين وما لهمش حد غيرها. حاجة كده يعني أنا قلت لهم أنا يا رب أتشعلق كده في ديل جلبيتكم يوم القيامة وتاخدوني معاكم للجنة. حضراتكم كمان إن شاء الله نكون كلنا كده صحبة في الجنة، كل الناس اللي ساعدت صفاء ونجاة في تحقيق أبسط أحلامهم الله يجزيكم كل خير، هتشوفوا بنفسكم، واللي شارك هيحس بفرحة. ربنا يخلف عليكم جميعا يا رب بأكتر من اللي بتتمنوه. ربنا يجعل حضراتكم دايما الإيد العالية، ربنا يجعلكم في طاعة الله. منتهى الذكاء ان الاستاذ المخرج والاستاذ المونتير جابوا قبل وبعد. الناس لو لاحظت ابتسامة صفاء ونجاة بعد ما استلموا الحاجة وشافوها، يعني وهي بتقعد على الكرسي حبيبتي وهي بتستلم الأجهزة، كلمني عن العظمة دي. ده كان إصرارنا على ان احنا في اسرع وقت نقدر ننفذ الطلبات بتاعة صفاء ونجاة، وكمان محمد اخوهم الحمد أيوة لله. ايوه ايوه رحنا نلبي احتياجه كمان. كان السبب ان احنا على الاقل نساهم في احسان الصدقه بان احنا ما نقطعش الابتسامه الجميله دي من على وشوشهم. الناس توسمت فينا خير، الناس لما احنا دخلنا لهم، احنا كنا نازلين علشان بنعمل بحث او استكشاف مجمع لحالات لوصلات المياه داخل قريه عرب الاشرفيه، فالميه وصلت كل الناس، فاحنا ماشيين الناس قالت لنا تعالوا شوفوا الحالات دي، فلما دخلنا عليهم الناس توسمت فينا خير وقالت انتوا اللي بتجيبوا اهل الخير علشان يقدروا يساعدوا الناس، فشوفوا احتياجات محدش بيخدمهم غير اختهم زي ما حضرتك نزلت معانا وشفت. فعلشان كده احنا اصرينا ان احنا في اسرع وقت لازم ننفذ ليهم كافه الاحتياجات اللي هم طلبوها، سواء كان الكرسي الكهرباء اللي هي تقدر تستخدمه بحريه، هتقدر على الاقل لما تعوز تتحرك او تروح مكان او تيجي من مكان داخل بيتها تقدر تتحرك بيه، تناول نفسها كوبايه ميه وحاجه لان ممكن تبقى برضو اختها مش موجوده، اختها كذا اختها كذا. التلاجه كمان علشان الاحتياج، لان اختها بتعمل لهم الاكل اللي ينفع معاهم لاستخدام يومين او ثلاث ايام، فالاكل بيبوظ، الاكل بعد يوم او اتنين بيبدا يبوظ، ما عندهمش ثلاجه، فاصرنا ان احنا وفكره يبوظ دي كمان برضو. ما ينفعش الظروف الماديه والاقتصاديه دي ما ينفعش. الوضع طبعا صعب جدا لان ما فيش حتى معاشات بتساعدهم على ممارسه حياتهم اليوميه. هقول لك حاجه، انا سالت محمد اخوهم اللي برضو حضراتكم عملتوا له السقف بتاع البيت اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده، اخوهم محمد برضو كان وشفناه في تقرير في امبارح. قلت له انت كنت مصدق لما استاذ عبد العزيز جالك وانت حكيت له ظروفك وقلت له انا عايز كذا وكذا وكذا، لا كنت مصدق انه قال لي لا لا لا، هم قال لي انا قلت فض مجالس وماشي ومش هيجي. قالوا لنا فعلا احنا بيجي لنا ناس كتير وناس بتنزل تبص علينا وبيمشوا ومحدش بيعمل حاجه، فاحنا طبعا ما ينفعش نمارس نفس السلوك للحفاظ على فكره ان هم يتوسموا في اهل الخير خير. لان اللي احنا بنعمله ده كله مش مننا، اللي احنا بنعمله احنا مجرد وسطاء. زمايلنا واصحابنا، انا بالمناسبه يعني حابب اوجه الدعاء للاستاذ اسماعيل بيومي اللي بيطلع لنا التقرير اللي شكلها جميل على الشاشه دي، زميلنا في مؤسسه نبض الحياه، وهو من الناس المخلصه جدا في عمله وفي تفانيل عمله، ربنا يقومه بالسلامه يا رب ويشفيه. استاذ اسماعيل احنا كلنا بنشهد لك بالاخلاص والامانه، وان شاء الله تقوم سالم غانم لاولادك وعلى اكمل وجه ان شاء الله. يا استاذ اسماعيل وانا من قلبي بدعي لك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب ويقوم بالسلامه. انت عظيم ومحترم وراقي ومخلص زي ما قال ابننا، وكلنا بنحبه والله جدا وبنقدره جدا، لان هو فعليا ما عندوش حاجه اسمها مواعيد شغل، ما عندوش حاجه اسمها انا ايه اللي ليا وايه اللي عليا، لا هو بيعمل بجهد تام يعني بيراعي ربنا جدا في عمله، فربنا يقوم لنا بالسلامه يا رب. الحاجه الثانيه، احنا طبعا حملاتنا دي مستمره، يعني احنا في موسم الشتاء حضرتك، واحنا قاعدين دلوقتي البرق والرعد شغال، انت بتقولي الدنيا بره انا داخله وكان الدنيا يعني لطيفه، قلت لي لا ده بره جامد، عايزين نكثف الدنيا شويه في المساعدات المتخصصه للاسقف والبطاطين تحديدا وكمان اطعام الطعام، لان انا القريه اللي رحتها دي يعني تحت خط الفقر، الناس يا جماعه معدمين، فتخيلي كده وانت قاعده في بيتك بتدفي ابنك وهو نايم ولا بتدفي بنتك على سريره، الناس دي ما عندهمش سراير حتى، فمحتاجين بطاطين. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ نشوى، احنا نزلنا قريه في المنيا والله ما ليها لا وسيله مواصلات ولا ليه فيها كهرباء ولا فيها ميه، الناس عايشه بين الجبال، حضرتك الساعه بتيجي عليهم خمسة خلاص اليوم بيبقى خلص، ما فيش ما تقدريش حضرتك تمشي خطوتين في الشارع.
ما فيش عندهم خدمات اطلاقا، ما فيش عندهم محلات تخدمهم او يقدروا يجيبوا، بالتالي ما فيش فلوس اصلا. ما فيش. فالناس انا عايز اقول لحضرتك احنا دخلنا اماكن، الاماكن معموله، البيوت معموله بخشب مترقعه بخشب، وبين الخشب وبعضه علشان ما فيش خشب يقضي مرقعينها بصفيح. لا إله ما بين الصفيح الله. والخشب ده بيبقى فيه جزء صغير كده بيدخل منه هواء. والله سلوم. عايز اقول لحضرتك الهواء ده ما حدش يستحمله فعليا، ما حدش يستحمله. طب فاحنا محتاجين برضه، انا محتاجه اتاكد اكتر على فكره ان انتوا بتروحوا اماكن لما انا ابقى في ركيكو في الحياه يعني مش هعرف اوصل لها. مستحيل. أرجوك. طب اقول لحضرتك حاجه، ده الصعيد. احنا امبارح كنا في استكشاف في زفت، في زفت الغربيه. أيوه. امبارح بنشوف وضع بيوت، هعرضها مع حضرتك في صور في مره جايه ان شاء الله. حضرتك مش هتصدق ان ده موجود في وسط الدلتا. فتخيل حضرتك الصعيد عامل ازاي. فاحنا عايزين نكثف جهودنا شويه، عايزين نبدا نعمل اعاده اعمار لبيوت الناس دي. الناس ما فيش بيوت تقويها، يعني الجدران فعليا مش جدران، والناس كلها اللي سنه كبير واللي ما عندوش عائل والارمله، فناس فعليا ما عندهاش، لو قعدت عشرات السنين ما حدش هيعمل لها الاحتياج بتاعها. فمحتاجين نكثف الدنيا شويه في اعمار البيوت وفي الاسقف وفي البطاطين. احنا من غير الساده الشتاء دول من غير الساده المتبرعين، يعني ربنا يا رب يوجه كل حد ان هو يقدر يساهم معانا في حملتنا اللي احنا شغالين فيها النهارده. احنا عايزين كل يوم ما نوقفش، يعني احنا اطلقنا حمله اعمار المساجد، وعندنا المسجد بتاع البحيره ومسجد هنا. أيوة. ومسجد الغربيه، وعندنا برضو الحملات اللي احنا شغالين فيها في الوقت الحالي، والاهم ابار تجميع الامطار داخل مرسى مطروح وتحديدا في براني، والبيوت اعمار البيوت او التسقيف للمنازل والبطاطين. أوه. محتاجين نكثف جدا في الوقت ده. انا وانا داخل عند حضرتك الناس واقفه على الباب خايفه تطلع من الهواء متر علشان تركب عربيتها، والله واقفين على الباب خايفين يركبوا عربيتهم. يا لهوي. تخيل حضرتك بقى اللي عايش حياته الطبيعيه في يومه الطبيعي في الشارع ده، في الشارع ده تحت المطره دي، في الوضع ده، الثلج ده، وفي الهواء ده، وفي الهو ده، ده اكل ولا شرب ولا هدمه، ولا بطانيه ولا سقف، ما فيش حاجة خالص. فاحنا ده موسم الخير، وموسم الخير والإنفاق لا ينقص من مال المتصدق شيء. وكل سنة حضرتك طيب. النهارده طيبة. جمادي تاني أول يوم. فيا جماعة ده فاضل على رمضان. بكرة اجتماع رمضان، الإعداد لرمضان من بكرة دلوقتي؟ إن شاء الله من دلوقتي بإذن الله. احنا عندنا بكرة الساعة 12 داخل مؤسسة نبض الحياة اجتماع الإعداد الخاص برمضان. فعايزين نلحق بقى قبل موسم رمضان نعمل شوية خير. أنا واثقة إن حضراتكم أهل خير، وعشان نفسنا والله ما عشان الناس دي. يعني تمن بطانيه ممكن يبقى 150، لا ده كان زمان 150، هي 350 جنيه. لا ما غالي. والسعر ده كمان مش موجود، يعني هي البطانيه الاربع كيلو دول. هي 4 كيلو 350 جنيه. انا بتكلم يا ابني على زمان. لا ما فيش حاجه، احنا كل يوم الوضع بيتغير. طيب انا بقول لكم كمان ان 17 540 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه بسعر المكالمه العاديه، 15 740. بشكر حضرتك، شكرا جدا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. ربنا يطرح فيكم البركه يا رب، ويعني ربنا بيدي لنا على الطريق، والنبي بلاش نتلكع. الفقرة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم.